الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وهذا الحديث رواه النسائي في عشرة النساء، والضياء في المختارة، وابن حبان في صحيحه، وابن عدي في الكامل، وصححه الألباني. الحديث عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وما ورد يعني في هذا الحديث جاء في رواية أخرى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يسترع الله تبارك وتعالى عبدا رعية قلت أو كثرت إلا سأل الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة، أقام فيهم أمر الله تبارك وتعالى أم أضاعه، حتى يسأله عن أهل بيته خاصة. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله وهو مسؤول عن رعيته. لا شك أن واقع المسلمين وأحوال المسلمات التي ينتسبن إلى الإسلام في هذا الزمان هي مرآة تعكس مدى تفريط الرجال في حق هذه الرعاية التي جعلها الله سبحانه وتعالى واجبا حتما في أعناقهم. فإن هذه الأحاديث كلها تدل على أن كل إنسان سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى، ومعنى أنه سيسأل إذن لابد أن يعد للسؤال جوابا من الآن، فإنه يستطيع الآن أن يستدرك قبل أن لا يكون سبيل إلى الاستدراك. فهذه الرعاية رعاية الولي أو الأب لبناته أو لنسائه، مما جعل الله سبحانه وتعالى حتما في عنقه وواجبا أكيدا. ومن ثم شدد العلماء النكير على هؤلاء المفرطين الذين فرطوا في حفظ بناتهم ونسائهم في أمر الحجاب، بل رتبوا على ذلك أحكاما وأصدروا فتاوى. فمن ذلك ما قاله الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى، حيث قال: أما خروج النساء متبرجات بذلك اللباس الضيق القصير الذي يحدد العورة، فقد أجمع علماء المسلمين على منعه، ونصوص الكتاب والسنة صافحة به، فيحرم على كل مسلم أن يترك ابنته أو زوجته أو أخته تخرج إلا وعليها الدروع السابغة مع طول الذيول لأجل الستر، وكل من ترك زوجته تخرج بادية الأطراف على صفة تبرج الجاهلية الأولى فهو آثم شرعا، عليه وزر ذلك وعلى المرأة أيضا، لقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقوله تعالى: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالأمر كما واضح موجه للمؤمنات، يعني بمعنى ذلك أنها هي واجب عليها هذا الأمر، لأننا نرى كثيرا من النساء تعتذر عن تبرجها بأن زوجها سيطلقها إن لم تتبرج، أو سيطلقها إن تحجبت بالصورة الفلانية. فيعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن هي نفسها مكلفة، لأن الحجاب مسؤولية ثلاثة طوائف من الناس. أولا مسؤولية المرأة، فواجب عليها، هي مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى، ويجب عليها أن تطيع أمر الله.
ثم مسؤولية الرجل الذي هو وليها سواء كان زوجا أم أبا أم أخا أم ابنا حتى، ثم مسؤولية الحاكم الذي يلي أمر المسلمين أيضا ممن يسأل عن هذا الأمر. لكن الابتداء هو تكليف شرعي من الله سبحانه وتعالى للمرأة، فعليها أن تلتزم به حتى لو كان ضد إرادة زوجها، فهي هنا يجب عليها أن تعطي زوجها في أمره إياها بالتبرج والتهتك. فيقول: ولا تصح أيضا إمامة رجل ترك امرأة له عليها ولاية تخرج متبرجة، ذلك التبرج، يعني لا يصلح أن يكون إماما في الطلاق. وكذا لا تصح شهادته لأنه يفتق بذلك. لماذا؟ لأن هذه تحت ولايته، يعني هذا المنكر ليس كسائر المنكرات التي يجبر الناس عليها كرها لا طوعا. أما من كانت هذه المنكرات تحت ولايته وفي المجال الذي يخضع لحكمه وسلطانه باعتباره ولي الشرع لبناته أو لزوجته، فالتفريط في هذا وهو قادر على التغيير يدل على استهتاره بأمر الدين ومجاهرته بالمعصية، فمن ثم يفسق وترد شهادته. يقول: ولا تصح أيضا إمامة رجل ترك امرأة له عليها ولاية تخرج متبرية ذلك التبرج، وكذا لا تصح شهادته، ولا يجوز إعطاؤه شيئا من الزكاة الواجبة ولو كان فقيرا مظهرا للشكوى، كما في فتاوى المالكية لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي إقليما. وقد أشار إلى ذلك أخونا الشيخ محمد العاقب رحمه الله دفين فات في نظمه لهذه الفتاوى بقوله: من ترك الزوجة عمدا تخرج بادية أطرافها تبرج، فلا إمامة ولا شهادة له وإن جرت بذاك العادة، ولا له قسط من الزكاة ولو فقيرا مظهر الشكاة، يعني ولو كان فقيرا مظهر الشكوى للأغنياء من شدة فقره. فإذا قلنا الحجاب مسؤولية من، فيدخل في المسؤولين عن ظاهرة التبرج الشائعة الآن المرأة ثم ولي المرأة. ولي المرأة قد يكون أبا أو ابنا أو أخا أو زوجا أو غير ذلك. يقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ليس المقصود بالقوامة يعني ما يشاء بعض الناس أنه ظلم المرأة أو الاستبداد بها أو الاستعلاء عليها، وإنما القوامة معناها المبالغة بالقيام على رعاية المرأة والإنفاق عليها وإعطائها حقوقها والحفاظ على عرضها وعفافها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآيات. ثم هو مسؤولية المرأة المسلمة نفسها كما بينا ما دامت عاقلة مكلفة، وقد خاطبها القرآن بالحجاب ونوع أساليب الخطاب، فتارة يأمرها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقوله عز وجل: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وكما تلاحظون الخطاب هنا يرتبط ارتباطا وثيقا بصفة الإيمان: كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، لأن شأن المؤمنين والمؤمنات إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولا يتوقع من مؤمن أبدا أن يكون له الخيرة مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا اختيار مع أمر الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك لا يتصور من مؤمنة مسلمة قانتة مطيعة لله ورسوله أن تقول دعوني أقتنع، أو تجد بعض الآباء يفلسفون تفريطهم بطريقة عجيبة جدا، يقول: أنا لا أريد أن أكرهها، لابد أن أقنعها وأنا أترك لها حرية الاختيار وغير ذلك، وهو يحسب أنه خير الأبي وخير الراعي ولا يفطن إلى أنه بهذا يعني سلطان بلا تاج،
وأن هذا ليس من صفات المؤمنين إذا كانوا مسؤولين عن يعني رعيتهم. فهذه المفاهيم مفاهيم كثر مجلوبة من بلاد الكفار، حيث لا دين ولا ورع ولا خوف من الله سبحانه وتعالى. أما مؤمن أمام حكم الله وحكم الرسول يقول أتركها حتى تقتنع، أو أتركها لحرياتها حتى لا أجبرها. ونسمع هذا كثيرا حتى من بعض الأزواج، الزوج نفسه يقول في حق زوجته أنا أوضح لها الأمر لكن لا أجبرها، ويظن أنه بهذا رجل منصف ورجل كذا وكذا، وهذا بلا شك صفة قبيحة لا تليق بالرجل المسلم الذي له ولاية على نسائه. أيضا خاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنات عموما في شخص أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، فقال عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة مسؤولة أمام الله عز وجل عن الحجاب، ليس لها أن تتخلى عنه، ولو رضي وليها بالتبرج أو أمرها به وحثها عليه. يقول الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال عز وجل كل امرئ بما كسب رهين. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لبشر في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. أيضا الطرف الثالث المسؤول عن ظاهرة التبرج والتصريف في حدود الله عز وجل هو الحاكم، فإن واجب الخليفة أو الحاكم المسلم حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. هذه وظيفة الحاكم المسلم، حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. فأحد حقوق الإنسان المسلم صيانة أرضه، الأمر الذي لا يتم إلا بمراعاة التدابير الشرعية في هذا الباب. يقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ما يزع الناس السلطان أكثر مما يزعهم القرآن. يعني هناك بعض الناس لا ترتدع بالقرآن، وإنما يرضعها السلطان والقوة التي يملكها الحاكم. فحفظ حدود الحجاب الشرعي بين الرجال والنساء وتعليم ذلك والترغيب فيه ومعاقبة المنحرفين والمنحرفات عن هذه الحدود وتعذير الداعين إلى ما يضاده ونفيهم حماية للبلاد والعباد من شرورهم وتسخير أجهزة التعليم والإعلام لنصرة دين الله تعالى وترقيق هذه المفاهيم الإسلامية من أهم ما يناط بالحكام الذين استرعاهم الله عز وجل أمر هذه الأمة. ونحن إذا تتبعنا الآيات القرآنية والسنة المحمدية والآثار السلفية في هذا الموضوع تبين لنا أن المرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها ألا تظهر شيئا من زينتها، وأن تستر جميع بدنها بأي نوع أو زي من اللباس ما دام هذا النوع تجتمع في هذه الشروط المذكورة. معنى كونه شرطا إذا وجد لا يعني أو لا يستلزم وجود الشيء نفس المأمور به، لكن إذا عدم فإنه لا يوجد، يعني تتعدى بالشروط، فإذا فقد شرط لا يسمى الحجاب شرعيا. وهذا مما ينبغي أن نلتفت إليه، فإن الناس تواضعوا في هذا الزمان على بعض الأوصاف لمظاهر وملامح على أنها شيء مرضي، وهي في الحقيقة هي صور من صور التبرج، خط الحجاب الممسوخ هذا الذي ظهر في السنوات الأخيرة وشاع وصار كأن هذا هو يعني دين الله سبحانه وتعالى وهذا هو الحجاب الذي يرضاه الله، وكأن هذه التي تلبس هذا الحجاب المخترع هذا يعني كأنها تقول يعني احمد الله سبحانه وتعالى ان احنا بنلبسكم يعني هذا الزي، كأنها تتفضل يعني وتتكرم بأن تلبس هذا اللباس. هذا نشأ نتيجة عدم فهم هذه الحدود، حدود الحجاب الشرعي. يعني مثلا امرأة تلبس ثيابا طويلة لكنها متبرجة، لماذا؟ لأن هذه الثياب ضيقة، فإن الطول شرط واحد، يعني تغطية البدن شرط واحد من الشروط، لكن ينبغي أن يجتمع إليها هذه الشروط الأخرى، وإلا أي انحراف عن شرط من هذه الشروط فهو قدر من التبرج، يعني يتفاوت حتى طبعا درجة المخالفة. واضح؟ لكن في الجملة لا يكون الحجاب حجابا شرعيا إلا إذا استوفى واستجمع هذه الشروط. هذه الشروط كلها متفق عليها مع هذا الشرط الأول مختلف فيه، ولذلك سنفرد له الكلام بالتفصيل إن شاء الله تعالى فيما بعد.
وهو استيعاب جميع بدن المرأة على الراجح، أن يغطي الحجاب جميع بدن المرأة، كل البدن يغطى بما في ذلك الوجه والكفان. وهذا الشرط هو موضع الخلاف، وسنرجع الكلام فيه إن شاء الله تعالى فيما بعد. لكن نفصل الليلة في الشروط الأخرى. فالشرط الثاني ألا يكون زينة في نفسه، يعني ممكن امرأة تلبس جلبابا سابغا يغطي كل بدنها حتى الوجه والكفين، وواسع وثخين وصفيق ولا يشبه لباس الكفار ولا يشبه الرجال إلى آخره، ولكن القماش نفسه زينة في نفسه، يعني لونه وزخارفه تلبس ليتزين بها وتلفت الأنظار إليها، فهي متبرجة لأن لباسها فقد يعني أحد شروط الحجاب. فأول شرط في الحجاب أن يكون هو نفسه زينة. الشرط الثاني أن يكون صفيقا لا يشف، صفيقا يعني غليظا أو ثخينا لا يشف. الشرط الثالث أن يكون فضفاضا غير ضيق. الشرط الخامس أن لا يكون مبخرا مطيبا. الشرط السادس أن لا يشبه لباس الرجل. الشرط السابع أن لا يشبه لباس الكافرات. الشرط الثامن أن لا يكون لباس شهرة. الشروط من السادس إلى الثامن تحرم على المرأة مطلقا، سواء يعني داخل بيتها أو خارج بيتها، اللي هي أن لا يشبه لباس الرجل، ألا يشبه لباس الكافرات، ألا يكون لباس شهرة. سواء كانت داخل البيت أو خارج البيت لابد من تحقق هذه الشروط في ملابسها حتى داخل بيتها وأمام زوجها، لا تلبس ملابس الرجال ولا تلبس ملابس الكافرات ولا يكون لباس شهرة. فيما يتعلق بالشرط الأول فسوف نفصل إن شاء الله تعالى أدلته من القرآن الكريم والسنة والاعتبار فيما بعد، ونناقش الشبهات الواردة عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى فيما بعد. أما الشرط الثاني فهو ألا يكون الحجاب زينة في نفسه، وهذا شيء بديهي جدا، يعني هذا الشرط لا يحتاج للكلام كثير في لماذا؟ لأن الحجاب شرع لتتر الزينة، واضح؟ فهل يعقل أن يكون الحجاب نفسه زينة؟ يقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين ليظهرن زينتهن، فهذا بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها، إذا كانت الملابس التي تظهرها المرأة مزينة بحيث تلفت أنظار الرجال إليها، فيعني هذا لا يكون حجابا. ويشهد لذلك قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني لشدة هلكتهم ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبقى فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. والشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم وامرأة غاب عنها زوجها إما بموت إما بسفر أو بأي سبب من أسباب الغياب، امرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنه، يعني كان هذا في المرأة التي غاب عنها زوجها، فما بالنا الآن والزوج حاضر وشاهد ومع ذلك تبرج. وليس هذا حسب هو الذي يحرضها أحيانا على التبرج ويهددها بالطلاق إذا هي تحجبت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما التبرج فهو أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجل. يقول الألباني حفظه الله: والمقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة المرأة، فلا يعقل حينئذ أن يكون الجلباب نفسه زينة، وهذا كما ترى بين لا يخفى. ولذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تحت النقاب، وتطيبها بالمسك والعنبر والصيب إذا خرجت، ولبسها الصباغات والأذر الحريرية والأقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها، طبعا ده في غاية الحشمة بالنسبة لما يحدث الآن. وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة. ولهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساء قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. يقول: ولقد بالغ الإسلام في التحذير من التبرج إلى درجة أنه قرنه بالشرك والزنا والسرقة وغيرها من المحرمات.
وذلك حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء على ألا يفعلن ذلك. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. فقرن التبرج بهذه الكبائر المهلكة، وأعظمها الشرك كما ترون. فهذا فيما يتعلق بالشرط الثاني، ألا يكون الحجاب زينة في نفسه، زينة في نفسه، اللي هو يعني بيستحسنون ساعات يقولوا ايه تناسق الالوان والخمار فيه لون كذا ويكون عليه مش عارف ايه على الرأس، يعني تناسق الالوان الذي تبحث عنه النساء في هذا الحجاب المزعوم، واضح هو في حد ذاته تبرج. الالوان الجذابة او الفاقعة او غير ذلك مما يستحسن، يستحسن داخل البيت، يعني تتزايل لزوجها وامام محارمها تلبس هذا. اما امام الرجال فالشريعة المقصود من تشريع الحجاب هو يعني كما ذكرنا تجفيف منابع الفتنة بالمرأة وحمايتها من الأنظار المحرمة، وكذلك حماية المجتمع من تبرجها وفتنتها. فإذا خرجت المرأة بملابس تنثر الرجل إذا رأها، هل يستنكر أن تكون ثياب المرأة منثرة؟ هي يطلب منها أن تلبس ما ينثر منها الرجال، أما أنها تلبس ما يجذب الرجال إليها ويعني يستحسنون منظرها وتناسق الألوان والموضة وغير ذلك من هذه الأشياء، إذن هذه منافاة لمقصد الشريعة. فالشاهد أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي مظاهر للاستحسان بسبب كون الملابس نفسها ظاهرة زينة، تلبس الزينة وتغطيها بالجلباب. نعم، فإذا دخلت بيتها أو كانت أمام حريمها تظهرها، كلام منطقي جدا فضلا عنه شرعي. أما حين تخرج الرجال فيعني ما لها ولا الرجال، لماذا تلبس ما يستحسنه الرجال ويعني يثبتون أنظارهم عليها حتى لو كانت تغطي جميع بدنها بثياب هي زينة في حد ذاتها فهي متبرجة، وهذه درجة من درجات التبرج. الشرط الثالث أن يكون صفيقا لا يشف، يعني القماش نفسه يكون صفيقا يعني تخينا لا يشف. أما الصفيق فلأن الستر لا يتحقق إلا به، وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاتيات عاريات على رؤوسهن كأسلمة البخت، إلعنهن فإنهن ملعونات. ويا ويل من يلعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوصي المؤمنين بلعنتها. سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات. متى تكون كاسية عارية؟ أحد معاني هذا الحديث تلبس ملابس قد تكون طويلة وواسعة لكنها تشف، ثياب أو أقمشة خفيفة تشف عما تحتها. زاد في حديث آخر: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. قال ابن عبد البر: أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة. وعن دحية الكلبي رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقباطي جمع قبطية، وهي ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء، فأعطاني قبطية وقال: اضعها صدعين، يعني شقها نصفين، فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به. فلما أدبر قال: وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها، لأنه كان قماشا رقيقا، فتجعل تحته ثوبا حتى لا يصفها. وعن أم علقمة ابن أبي علقمة قالت: رأيت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، فشقته عائشة عليها قطعته وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار فكفتها. لماذا فعل ذلك؟ لأنه شفاف، فالمطلوب في الزي أيضا ألا يكون شفافا. وعن هشام ابن عروة أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقوهية، مروية نسبة إلى مرو وقوهية نسبة إلى قوه الثاني، فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقوهية رقاق عتاق بعدما كف بصرها. قالت: لمستها بيدها ثم قالت: أف رد عليه كسوتك،
قال فشق ذلك عليه كيف ترد هديتك؟ وقال يا أمة إنه لا يشف. قالت إنها إن لم تشف فإنها تطف. إنها إن لم تشف فإنها تطف. وعن عبد الله ابن أبي سلمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كفى الناس القباطية، لا تدرعها نساؤكم، يعني لا تدرج النساء يلبسنها دروعا. فقال رجل يا أمير المؤمنين قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف. فقال عمر إن لم يشف فإنه يطف. فطبعا جملة هذه الأثار تدل على اشتراط أمرين، ألا يشف وألا يصف، يعني ممكن الثوب يكون ثخينا لكنه يصف ضيق، أو حتى لو كانت واسعة لكنها تجسد يعني البدن كأنواع من الجوف وغير ذلك من الأقمشة تنثني على البدن بطريقة بحيث تصفه. نعم، ففي هذا الأثر والذي قبله إشارة إلى أن كون الثوب يشف أو يصف كان من المقرر عندهم أنه لا يجوز، وأن الذي يشف شر من الذي يصف، وأن الذي يشف شر من الذي يصف. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إنما الخمار ما وارى البشرة والشعر. لما سئلت عائشة عن الخمار قالت إنما الخمار ما وارى البشرة، يعني غطى البشرة فلم يظهر لونها والشعر. وقالت شميسة دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وعليها ثياب من هذه السيد الصفاق. صفاق جمع صفيق وهو المتين أو جيد النتيج. من درع وخمار ونقبة قد لونت بشيء من عطر. من أجل ذلك كله قال العلماء يجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة، يعني حتى في حق الرجل أيضا الرجل لا يجوز له أن يلبس ثيابا تشف عن ما بين السرة والركبة، واضح؟ يعني هذا الشرط مشترك بين الرجال والنساء، لكن كما ذكرنا الشفافية أشد خطورة من إيه؟ من الوصف. وذلك إذا لبس الرجل سروالا ضيقا يستر البشرة وصلى فيه تكره فقط، أما إذا صلى بثوب شفاف يصف لون البشرة ما بين السرة والركبة فلا تصح صلاته. نعم، ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة من ثوب صفيق أو جلد أو رق، وهو جلد رقيق يكتب عليه. فإن ستر بما يظهر فيه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجد فيه، لأن الستر لا يحصل بذلك. وقد عقد ابن حجر الهيثمي في كتابه الكبائر أو الزواجر بابا خاصا في لبس المرأة ثوبا رقيقا يصف بشرتها، وبين أنه من الكبائر، ثم استدل بحديث صنفان من أهل النادي لم أرهما، ثم قال وذكر هذا من الكبائر ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد. لم أرى من صرح بذلك إلا أنه معلوم بالأولى مما مر في تشبههن بالرجال. أما الشرط الرابع فأن يكون فضفاضا غير ضيق فيصف شيئا من جسمها، لابد أن يكون فضفاضا واسعا غير ضيق، لأنه إذا كان ضيقا فإنه يصف حجم البدن، لأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة، ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع. وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه، ويصوره في أعين الرجال، وفي ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لا يخفى، فوجب أن يكون واسعا. وذكرنا أنيفا حديث أسامة بن زيد كثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له ذحية الكلبي فكثوتها امرأتي، فقال ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت كثوتها امرأتي، فقال مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. فانظر كيف أمره أن يأمر امرأته أن تضع تحت هذه القبطية قماشة أو غلالة ليمنع بها وصف بدنها، والأمر يفيد الوجوب كما هو معلوم. كذلك مما يستأنس به ما روي عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها، يعني هي تتكلم فاطمة عليه السلام تتكلم على وضع المرأة وهي ميتة حينما تضع على النعش فيوضع عليها ثوب يستر بدنها وهي مكفنة، فقالت إني أستقبح هذا، لأن الثوب إذا وضع على جسد المرأة فإنه
يصفها وهي ميتة. فقالت يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها. فقالت أسماء يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك شيئا رأيته بالحرشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا، يعني جعلت على النعش مثل القبة لهذه الجريد الرطبة. فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا. فقالت فاطمة ما أحسن هذا وأجمله، تعرف به المرأة من الرجل. يعني يكون في هذا الأمر فائدتان، فائدة الأولى أنه يستر المرأة وهي ميتة، ثانيا أن الإنسان إذا رأى النعش بهذه الكافية يعرف أن هذه جثة امرأة فينوي الصلاة على الميتة، وإذا رأى النعش بدون ذلك عرف أن هذا رجل فينوي الصلاة على رجل من رجال المسلمين الموتى. تقول قالت فاطمة ما أحسن هذا وأجمله، تعرف به المرأة من الرجل، فإذا مت أنا فاغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد. فلما توفيت غسلها علي وأسماء رضي الله تعالى عنهما. فانظر إلى فاطمة وهي بضعة النبي صلى الله عليه وسلم كيف استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة. أيضا عند إدخال المرأة الخبر ينبغي أن الذي يلي دفن المرأة الذي يتولى إدخال المرأة الخبر هو محارمها، ابنها أو زوجها أو أخوها أو أبوها، محارمها فقط، أما الأجانب فليس لهم أن يحملوها ويدخلوها داخل القبر. هذه واحدة، وهذا الشيء يحصل تساهل فيه الآن إلى أقصى ما تتخيل من الحزن. الناس تجهل هذا تماما الآن إلا من ندر. عادي جدا الرجال يحملون الجثمان ويقومون هم بوضعه في داخل القبر، هذا مخالف للشريعة. أيضا عند إدخال المرأة القبر ينبغي أن تغطى ساعة نقلها بملاء أيضا حتى تدخل، وكذلك الرجال الموجودون يغضون البصر عن بدنها. واضح، فهذا للأسف الشديد من حدود الله التي صارت نتيا منسيا في هذا الزمان إلا ما رحم الله. فكان هذا في حق صيانة المرأة عن النظر إلى بدنها وهي ميتة، فكيف يكون الحال مع هؤلاء النساء التي يتبرجن بالزنا بالحال المعروف؟ أي نعم. ولذلك يقول الشيخ الألباني حفظ الله تعالى، يقول فانظر إلى فاطمة بضعت النبي صلى الله عليه وسلم كيف استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة، فلا شك أن وصفه إياها وهي حية أقبح وأقبح. فليتأمل في هذا مسلمات هذا العصر اللائي يلبسن من هذه الثياب الضيقة، ثم ليستغفرن الله تعالى وليتبن إليه وليذكرن قوله صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الشرط الخامس في زي المرأة المسلمة ألا يكون مبخرا مطيبا، لا يكون عليه أي نوع من البخور سواء كان البخور أو الروائح معروفة، وذلك لأحاديث كثيرة تنهى النساء عن التطيب إذا خرجن من بيوتهن، منها ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. وعن زينب الثقفية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت ذكورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وعن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة مرت به تعصف ريشها، يعني وقد وضعت الطيب على بدنها أو البخور، فقال يا أمة الجبار المسجد تريدين؟ قالت نعم. قال وله تطيبتي؟ قالت نعم. قال فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعطف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. فوجه الاستدلال بهذا الأحاديث العموم الذي فيها، فإن الاستعطار والتطيب كما يستعمل في البدن يستعمل في الثوب أيضا، لا سيما وفي الحديث الثالث ذكر البخور، فالبخور بالثياب يعني أخف. وسبب المنع منه واضح لأن هذا فيه تحريك داعية الشهوة، وقد ألحق العلماء به ما في معناه، أي شيء يعني يؤدي لنفس هذا التأثير فهو يلحق بالطيب والبخور كحسن الملبس أو الحلي الذي يظهر أو الزينة الفاخرة أو الاختلاط بالرجال. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى
وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال، وألحق به حسن الملبس والحلي الظهر. فإذا كان ذلك حراما على من تريد المسجد، فما يكون الحكم على تفريب الأسواق والأزقة والشوارع؟ لا شك أنه يكون أشد حرمة وأشد إثما. ولذلك ذكر الهيثمي في الزواجر أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها. ثم هذه الأحاديث عامة في كل الأوقات، وإنما خص بالذكر العشاء الأخيرة في الحديث الثالث لأن الفتنة وقتها أشد. فلا ينبغي أن يتوهم الإنسان أن الخروج متطيبة في غير هذا الوقت جائز، يعني هذا لا مفهوم له. واضح؟ لأن وقت العشاء يعني وقت الظلمة وخلو الطريق. واضح؟ فلا تأمن المرأة في ذلك الوقت من كمال الفتنة. أما المغرب والصبح مثلا فإنهما وقتان فاضحان. وقد تقدم أن مس الطيب يمنع المرأة من حضور المسجد مطلقا. أما الشرط السادس فألا يشبه لباس الرجل، ألا يشبه لباس الرجل، وذلك لما ثبت من الأحاديث التي تتوعد المرأة إذا تشبهت بالرجل في لباس أو غيره باللعن والطرد من رحمة الله عز وجل. فالمرأة يحرم عليها أن تتشبه بالرجل في أي شيء من خصائصه، وكذلك العكس. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. وفي لفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. وعن ابن أبي مليكة قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن المرأة تلبس النعل، فقالت قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلتا من النساء. ففي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال وتحريم تشبه الرجال بالنساء، لأن من حكمة التشريع الإسلامي يعني وضع الحدود المميزة لكلا النوعين، بل التأكيد على هذا الأمر منذ يعني الطفولة. وما يرى من المفاسد التي تشيع من الفواحش التي تخالف الفطرة إنما هو بسبب التفريط في هذا الجانب أساسا، وقد يمتد لجذور في الطفولة. ممكن الولد الذكر يسمى باسم بنت، ليس هذا بحسب، يتركوه يطلق شعره على هيئة البنات ويلبسونه ملابس البنات ويحضرون له لعب البنات ويعاملونه كأنه بنت. بلا شك هذا من أفسد الأمور التي تفسد هذا الولد، بل ينبغي أن يربى الولد على أنه ولد رجل، كذلك البنت تربى على أنها بنت، ويحصل التمييز مبكرا جدا. أما التهاون في هذا الأمر فإنه ينتج في بعض عواقب ضخيمة جدا لبعض الناس بالذات في الرياض. امرأة إذا كانت مثلا تنجب أولادا ويموتون فتقول الأولاد بيتحسدوا فتبدأ تسمي الولد باسم بنت وتلبسه بلابس البنات وغير ذلك، هذا يكون له تأثير سيء جدا في تشويه تكوين هذا الصبي فيما بعد. وكذلك العكس، المرأة تخرج مترجلة وقد تنفر من كونها امرأة وتريد أن تتحول حتى إلى رجل حتى في المظهر، كما يعني يسمع من هذه الأشياء الفظيعة في هذا الزمان. واضح؟ كذلك ما يحصل من الممثلين من ظهور الرجل في مظهر المرأة يلبس ملابسها ويمثل دور المرأة بطريقة فظيعة جدا، فهذا كله مما يصادم هذه الفترة ومما يصادم هذا الإجراء العظيم جدا الذي شرعه الإسلام، وهو اللعن، لعن الرجل الذي يشبه بالمرأة أو العكس. فينبغي المحافظة على هذا التميز، وإلا فإنه يكون سببا وراء كثير من الانحرافات التي تشيع بالذات في المجتمعات الغربية. لكن الحمد لله من محاسن بلاد المسلمين أن الطفل منذ صغره يربى على أنه رجل، عيب أنت رجل لا تفعل كذا، عيب أنت
رجل لا تفعل مثل البنت، كذلك البنت ترد على انها امرأة او انها بنت ينبغي ان تستتر وان لا تفعل كذا وكذا مما هو من شأن الصبية وهكذا. فهذا الامر في غاية الاهمية. المهم نعود الى الموضوع، هذه الاحاديث تدل دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال وعلى العكس. تشمل هذه الاحاديث كل شيء من خصائص الرجال او النساء، لو كانت الملابس او غيرها من التصرفات، طريقة الكلام او غير ذلك من الامور. فالاحاديث عامة وتدل على تحريم اي صورة من صور التشبه احد النوعين بالاخر. ولذلك قال ابو داود في مسائل الامام احمد: سمعت احمد سئل عن الرجل يلبس جاريته القرطق، قال لا يلبسها من زي الرجال، لا يشبهها بالرجال. يقول الهيثمي: عد هذا من الكبائر واضح لما عرفت من هذه الاحاديث الصحيحه وما فيها من الوعيد الشديد. اذا خلاصه هذا الشرط انه لا يجوز للمراه ان يكون زيها مشابها لزي الرجل، فلا يحل لها ان تلبس رداءه وازاره ونحو ذلك كما تفعله بعض البنات المسلمين في هذا العصر من لبسهن ما يعرف بالجاكيت والبنطلون، وان كان البنطلون اكثر من ثياب اخرى قد تكشف ما هو اشد حرمه، لكن ارتداء المراه ملابس الرجل من الكبائر كما ذكرنا وتوعد عليه باللعن. اذا هذا فيما يتعلق بالشرط السادس، هو الا يكون لذات المرأة فيه مشابهة للرجال. الآن وجد أيضا طائفة من المحجبات شيء لا يكاد يصدق ويظن أنهم محجبات، ممكن تكون نفس الخمار وتجدها تلبس ثيابا قصيرة إلى حد الركبة مثلا، وتضع المساحيق على وجهها ولا تظن أنها متبرجة، ويحسبن أنهن خير البنات وخير الزوجات وأن هذا يعني علامة من علامات الالتزام، أو تلبس البنطلونات وقد تكون بنطلونات الرجال كالجينز وغيرها وضيقة ومع ذلك أعتقد أنها محجبة، وتظهر الأذنين وتظهر الرقبة، هو حجاب ممسوخ في الحقيقة لا علاقة له على الإطلاق بالحجاب. أي نعم. أما الشرط السابع فألا يشبه لباس الكافرات، لما ثبت في الشريعة من أن مخالفة الكفار وترك التشبه بهم من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، ولأن الشبه الظاهر ينعكس على الباطن، المشابهة الظاهر، وحقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرائع اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وأثبت بالتفصيل كيف أن هناك ارتباط وتفاعل بين الظاهر وبين الباطن، الظاهر يؤثر في الباطن والباطن ينعكس على الظاهر. فالإنسان إذا تشبه بالكفار صار بينه وبينهم نوع من الألفة، يعني هي المحبة ما هو الحب، هي عبارة عن مناسبة وجود وجوه تنافس بين شخصين وتوافق، واضح؟ ولذلك نجد الإنسان إذا كان في البلاد غريبة وقابل واحد من أين أنت فعرف أنه مثلا من نطق، فيشعر أنه بألفة أنه من بلد، طب هو من الإسكندرية تزداد الألفة، إذا كان من حيه أو من شارعه تزداد. فكلما وجدت مظاهر المشابهة والمجانسة والمناسبة كلما زادت هذه الألفة واقتربت القلوب والبواطن، واضح؟ هذا شيء طبيعي. إنسان إذا كان له مهنة معينة تعرف على واحد عرف أنه من نفس المهنة بيتوجد بينه وبينهم إيه نوع من الألفة، إذا الظاهر بينعكس على الباطن، كذلك إذا شابهت أنت الكافر في ملابسه يحصل نوع من الألفة والانسجام والمناسبة بينك وبينه بصورة أو بأخرى، وهذا أشياء قد لا تحسب بصورة واضحة لكن التأثير يكون موجود. والكلام في هذا الحقيقة طويل لكن نكتفي بهذه الإشارة. يقول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فهذا نهي عن أن نكون كالكفار. وقال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يعني هي شريعة أو هوى، ليس هناك حل وسط، دائما الشرع الإسلامي أو الوحي يقابله الهوى، لأن ما كان مخالفا لأمر الله ورسوله ما يبقى إلا الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، كل مخالف الشرع فهو هوى وليس غيره. وأيضا يقول تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عز وجل هنا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. حتى اليهود عرفوا حرص الرسول عليه السلام على ترك التشبه بهم وأنه يتحرى مخالفتهم في كل شؤونهم الخاصة، حتى قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه.
ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيء إلا خالفنا فيه صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال لعبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين معطرين قال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا: إياكم ولبوس الرهبان، فإنه من تزين بهم أو تشبه فليس مني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاه، فقال: يا معشر الأنصار، حمروا أو صفروا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتذرون، يعني يلبسون السراويل ولا يلبسون الأذر. فقال صلى الله عليه وسلم: تسرولوا وأتذروا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينفعلون. فقال صلى الله عليه وسلم: فتخففوا وانفعلوا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يخصون عثانينهم. عثانينهم جمع عثنون، عثنون هو اللحية، ومعنى ذلك أنهم ما كانوا يحلقونها لكن كانوا يقصرونها. يقصون عثانينهم يعني إيه؟ ما لوش يحلقون عثانينهم لكنهم كانوا يقصرونها. فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبله، جمع سبله وهي الشارب. فقال صلى الله عليه وسلم: قصوا سبلكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. وكتب عمر رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد قائلا: وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. فهذا فيما يتعلق بهذا الشرط أيضا، أن المرأة ينبغي أن تتحرى مخالفة الكافرات ولا تتشبه بهن في زيها. الشرط الثامن: ألا يكون لباس شهرة. الشرط من شروط الحجاب، وهذا الشرط يعني مشترك أيضا بين الرجال والنساء، ألا يكون الثوب ثوب شهرة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. ولباس الشهرة هو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، أن يلبس ثيابا حتى يشتهر بها بين الناس، سواء كان هذا الثوب نفيسا وهو يلبس هذا الثوب النفيس تفاخرا بالدنيا وزينتها، حتى يتحدث الناس أن فلان يلبس ثوبا بكذا وكذا من المبالغ، أو يلبس ثوبا رخيصا يلبسه إظهارا للزهد والرياء، حتى يقول فلان زاهد ويلبس ملابس خشنة أو خفيفة رياء. قال ابن أثير: الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابه، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويغتال عليهم بالعجب والتكبر، يعني يشد عن ملابس الناس الذين يعيش في وسطهم. قوله صلى الله عليه وسلم: ألبسه الله ثوب مذلة، يعني لأنه لابس الشهرة في الدنيا يبحث عن ماذا؟ عن العلم، يلبس الشهرة حتى يشد ويظهر في الناس ويتكلم عنه ويصبح عزيزا فيه ويفتخر على غيره بذلك، فيلبسه الله سبحانه وتعالى ثوبا يشتهر بمذلته واحتقاره بينهم عقوبة له، والعقوبة من جنس العمل. يقول عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا، عقوبة له بنقيض فعله، والجزاء من جنس العمل، فأذله الله كما عاقب من أطال ثوبه الخيلاء بأن خسف به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هنا بعض التنبيهات تتعلق بثياب الشهرة، فكما ذكرنا ليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب، ليس حديث مختصا بلبس الملابس النفيسة، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الفقراء من الناس، ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدون. وإذا كان اللبس بقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب ووضعها، والموافق لملبوس الناس والمخالف، لأن التحريم يدور مع الاشتهار والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني الضابط في كون الثوب ثوب شهرة من غيره هو إيه؟ النية.
لأنه لا يمتنع إنسان يجوز أن يلبس ملابس نفيسة أو ملابس غالية، وممكن إنسان فقير أو حتى زاهد يلبس ملابس خفيفة، لا بأس. فالعبرة بالإيه؟ العبرة ليس بالزي نفسه لكن بإيه؟ بنياته. العبرة بنياته أنه يلبس ليشتهر بين الناس ويفتخر عليهم، إما بالزهد وإما بالغنى، واضح؟ فالضابط في موضوع لباس الشهرة هو النية، نيته من وراء هذا الملبس. فما دامت نيته ليست الشهرة فلا يدخل في هذا الوعيد، فلا بأس أن يلبس الغالي من الثياب ما دام ينوي بذلك تحصيل مطالب دينية صالحة، منها إظهار نعمة الله عز وجل عليه، أو من هذه المقاصد أنه يلبس الملابس النفيسة ليتعرف على غناه الفقراء فيقصدونه لطلب الزكاة والصدقات وقضاء الحاجات، أو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند من لا يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات، كما هو الغالب على عوام زماننا وبعض خواصه. وهذا كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. كذلك لا بأس بتميز العلماء بلباس خاص حتى يستدل عليهم المستفتي وطالب العلم ثيابا خاصة بهم عرفا، تعرف أن هذه ملابس العلماء فيلبسها كي يهتدي إليه الشخص الذي يحتاج إلى فتوى أو طالب علم كي يعرفه ويميزه ويتعلم منه. هنا يعني شبهة، وهو أن بعض الناس يدندن بدعوى أن الالتزام الحجابي فيه خروج عما ألفه المجتمع. يعني طبعا صناعة الشبهات فن يتقنه بعض المغرضين الذين وقفوا حياتهم على القضاء على الإسلام وعلى هدى الإسلام أراح الله البلاد والعبادة منه. دائما تجد ناس ما لهم رسالة في الحياة إلا الطعن في الدين والتشهير بالإسلام، كما حصل وكما يحصل في هذه الأيام من حديث الطبيب المصري وغير ذلك. والهدف مش قضية الانتصار لكرامة المصري الذي أهين أو غير ذلك، الهدف هو طعن الشريعة الإسلامية. المقصود الطعن في حكم شرعي وليس المقصود كرامة، لأنهم لا يتحركون إذا أهدرت كرامات، يعني ما هيش قضية كرامة، بل يشاركون في ذلك باعتبارهم يعني سحرة فرعون. لكن القضية هي أنها فرصة كي ينهشوا في جسم الإسلام ويطعنوا في الشريعة الإسلامية. يعني القضية لو عرضت على أي نوع من القضاء حتى القضاء وضعي، إنسان ما أتى ببينة شرعية فهل يجوز أن يطعن في أعراض الناس؟ لماذا ننظر لجانب واحد فقط؟ الشرع قال ضوابط معينة للشهادة الشرعية التي ترتب عليها إقامة حد، وإذا لم تتوفر هذه الشروط فإن من قذفه بالفاحشة يجلد هو حد القذف. فهذه حدود الله سبحانه وتعالى. فهذا لا الملاحدة والعالمانيين الطعن في الشريعة الإسلامية كما يفعل تماما أعداء الله من اليهود أو النصارى أو إذاعات الأجنبية التي تصف الشريعة بأنها الأحكام الصارمة والقاسية والوحشية وبتر الأطراف وغير ذلك من المزاعم المعروفة. على أي حال هذا ما نريد أن نخرج عن موضوعنا الأصلي. فبعض المغرضين يدندنون، وكما ذكرناهم يعني مهرة في اختلاق الشبهات وصناعة الشبهات، يقولون أن الحجاب في خروج عما ألفه المجتمع واعتاده، فيعتبر عندهم الحجاب لباس شهرة، حجاب المرأة يعتبر لباس شهرة. فمتى يكون الحجاب نفسه لباس شهرة؟ متى يصح أن نطلق على الحجاب أو صورة معينة من الحجاب أنها لباس شهرة؟ هذا يحتمل في حالة واحدة فقط، أن يكون الحجاب لباس شهرة في مجتمع التزم نساؤه بكل شروط الحجاب وشذت شرذمة من النساء فالتزمت كل شروط الحجاب ما عدا الشرط الأخير وهو إيه؟ ألا يكون لباس شهرة. ففي هذه الحالة نقول أن هذا فعلا قد يكون لباس شهرة، وإن كان يحتاج تفصيل كما ذكرنا. يعني مثلا في السودان مثلا النساء يلبسن الحجاب الملتزمات طبعا بصورة معينة وماشية طويلة جدا بتلف على البدن بصورة معينة بحيث تستر البدن، واضح؟ هذا في هذا المجتمع. مثلا في مجتمع آخر الحجاب يلتزم بكل شروط توفر لكن بطريقة أخرى، واضح؟ فإذا وجدت امرأة في مجتمع نساءه ملتزمات بكل شروط الحجاب الشرعي وشذت طائفة قليلة من هؤلاء النساء فلبسنا لباسا يخالف من حيث العرف الحجاب الشائع في هذا المجتمع، ففي هذه الحالة هذا يكون لباس شهرة اللي هو يعتبر زي قومي لبعض الشعوب، لكن هذا زي مجتمع في شروط الحجاب وهذا أيضا مجتمع في شروط الحجاب لكن يخالف ما عليه المحجبات في هذه البلاد. أرجو أن تكون أمر اتضح، واضح؟ فهذه هي فقط الحالة التي يكون فيها الحجاب لباس شهرة.
ان تكون النساء في المجتمع كلهن ملتزمات بالحجاب. اما ان يشيع التبرج في المجتمع ثم يطلق لباس الشهر على الاخوات اللائي يلتزمن الحجاب الذي امر الله به وامر به الرسول عليه السلام فهذا ليس شهرة، بل كل النساء اللائي يخالفنهن هن اللائي يرتكبن المعصيه. ففي مجتمع شاع فيه الكفور والتبرج والتهتك ثم التزمت فئه قليله من نسائه بزي يستوفي كل شروط الحجاب، غير انهن قصدنا من وراء ذلك الشهرة او التكبر او التفاخر ولم يقصدنا طاعة الله سبحانه وتعالى. دول لهم ايه يعني؟ لو وجد مجتمع شاع فيه التبرج لكن في فئة من المحجبات فيه لبس الحجاب الشرعي بنية الاشتهار او التكبر او التفاخر ولم يقصدنا طاعة الله ورسوله، ماذا نقول لهن؟ نقول لهم بلاش الحجاب ده لبس شهرة، ام نقول لهم ايه؟ تلزمنا الحجاب وغيرنا النية، لأن كما ذكرنا الضابط في موضوع لباس الشهرة هو النية. فإذا قصدت تكبر على الناس أو الشهرة فنقول هذه نية فاسدة، لكن الفعل صحيح فنقول لك كي تتابع عليه من الله سبحانه وتعالى عدل النية إلى أن تنوي طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالواجب هنا تصحيح النية وتوجيهها خالصة لله عز وجل، وليس مطالبة هؤلاء النسوة بخلع الحجاب موافقة للمجتمع الفاسد، بل الواجب هو تغيير العرف الفاسد ودعوة المتبرجات إلى أن يكون مثلهن في الحجاب. مثال مثلا يوضح ذلك، لو أن رجلا هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام لا يقصد وجه الله عز وجل، وإنما هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ماذا نقول له؟ نقول له ابقى في دار الكفار لأن هجرتك غير صحيحة، نقول له عدل نيتك وصحح نيتك. أين فأين من يلبس الثوب ليباهي به الناس ويختال عليهم ويتكبر وكي يشار إليه بالبنان عزا وتعظيما ويخالف زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة؟ لباس الشهرة يطلب منه التعزز والتكبر وكذا. هل الأخت التي تلتزم بالحجاب الشرعي الآن تعز أم تؤذى من السفهاء ومن المنافقين؟ بالعكس، التزامها في الدين يجعلها كالقابضة على الجمر، فهي تعاني أشد العناء بسبب غربة الإسلام في هذا المجتمع. فأين هذا من لباس الشهرة؟ أيضا الشرع وإن اعتبر موافقة لباس أهل البلدة وعد مخالفتهم شهرة، إلا أن هذا مشروط. بماذا مشروط؟ بأن يكون أهل بلده مستقيمين على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يعيش في أهل البلد فسدت فطرتهم وانحرفوا عن الجادة وصار المعروف عندهم منكرا والمنكر معروفا، فليس ذلك العرف الكاذب مسوغا لأن نجاريهم في ضلالهم بحجة عدم الاشتهار. أشار إلى هذا المعنى سيد العباد في زمانه محمد بن واسع رحمه الله تعالى لما دخل على بلال بن أبي بردة أمير البصرة وكان ثوبه إلى نصف ساقيه، فقال له بلال ما هذه الشهرة يا ابن واسع؟ فقال له ابن واسع أنتم شهرتمونا، هكذا كان لباس من مضى، وإنما أنتم طولتم ذيولكم فصارت السنة بينكم بدعة وشهرة. أي نعم. فواجبنا في هذه الحالة ألا نقصد الاشتهار، يعني كانت ملابسنا مخالفة لما عليه المجتمع الذي لا يلتزم بالشرع فأنت بتخالف طبعا التزاما بالشرع، أو الأخت المسلمة تخالف، لكن بنية ماذا؟ هل بقصد الاشتهار؟ لا، بقصد التعبد وطاعة الله سبحانه وتعالى والتمسك بقوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أما الزعم بأن مخالفة أزياء قوم قد أسرفوا في محاكاة المشركين رجالا ونساء ولم يرفعوا بآيات الله وأحاديث رسوله رأسا أن هذا من الشهرة لشذوذها عما ألفه المجتمع، فهذا من أعجب الأشياء. هل يكون التمسك بالكتاب والسنة شذوذا؟ وهل يستقيم أن يكون اتباع سبيل الإفرنج المجرمين في التبرج والكفور استقامة واعتدالا واتباع سبيل المؤمنات في التستر والصيانة شذوذا وعوجاجا وتصرفا؟ يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو الميزان، من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي أمر المسلمين ودين المسلمين فهو رد. إذا كان كذلك، يعني إذا كان فعلا ده لباس شهرة الحجاب أو غير ذلك من الملابس، فأين تقع هذه الأحاديث موقعها؟ الأحاديث التي تصف غربة الإسلام، كيف تكون غربة؟ الغريب الذي ليس له أهل في هذا البلد أو له أهل قليلون، هذا معنى الغربة، واضح؟ فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، أين تقع هذه الأحاديث موقعها؟ تقع في مثل هذا الواقع الذي نعيشه، وفي هذا حث على التمسك بهذه المخالفة الذي يسمونه شذوذا أو تطرفا أو حتى شهرة، واضح؟
كذلك قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون في ناس سوء كثير، من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. يعني اللي تتحجب الآن يفرشون لها الطريق بالرمل والورود والأزهار ويعظمونها، كذلك الذي يلتزم باللحية أو بأي شيء من مظاهر الإسلام ماذا يلقى؟ بسبب الغربة يلقى الاضطهاد والأذى في كل مكان. واضح؟ يعني لا نقول إن هذه شهرة وينبغي أن نخالف المجتمع، لأن المجتمع موازينه معوجة ومنحرف عن الكتاب والسنة، بل المجتمع والذي تفرق عن الأمر الوسط الذي هو شرع الله تبارك وتعالى. نختم يعني الكلام يعني مقارنة بين هذه المواصفات وهذه الشروط التي ذكرناها في الحجاب الشرعي وبين ما نلمسه الآن في يعني هذا الواقع. فالمسلم الغيور لو نظر إلى أحوال المسلمات اليوم فسوف يندى جبينه خجلا ويقشعر بدنه أسفا وحزنا وينخلع قلبه كمدا وغيظا. يكفي الإنسان أن يخرج إلى أقرب طريق أو متجر أو وظيفة حتى يرى بعينيه ويسمع بأذنيه، إذا لهالك الأمر واستهوتك أحزان فالعين باكية والقلب حرام. وينشد مع المنشد لمثل هذا: يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. سوف ترى المرأة الكافية العارية المتبرجة هي وزوجها وقد وضع ذراعه في ذراعها ومشى إلى جوارها في الطريق فرحا بفضيحتها، فخورا بعريها، مسرورا بزينتها، مبهورا بمساحتها وألوانها. وترى أباها قد أهمل تربيتها على كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ورأى حالها المزرية فغض منها الطرف وتركها تاذرة في غيها تمرح وتلعب مع شيطانها فلا يزجرها ولا ينهاها، متوهما أن هذا من حقها. وترى أمها بئسة القدوة وقد تبرجت مثلها وأغرتها بالسفور وحرضتها على التبرج والفجور وزجرتها عن التستر والتحجر حتى يأتيها نصيبها بفاسق مثلها، لأن لا يرضى أن يتزوج واحدة متبرجة إلا إنسان مستهتر بالدين ومجاهر بالكتب. ترى هؤلاء جميعا وقد نزعوا برقع الحياء نزعا وأجابوا وعظ الإيمان في قلوبهم قائلين: سواء علينا أو عرف أم لم تكن من الواعظين. وبينما كانت الصحابيات رضي الله تعالى عنهن يستزدن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول ثيابهن، كما مر في الحديث من قبل حديث أم سلمة لما قالت: كيف أصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخينا، يعني من منتصف الساق، يرخينا شبرا ولا يزدنا عليه. فقالت: إذا تنكشف القدمات، يعني زدنا على هذا حتى لا تنكشف القدمات. قال: يرخينا ذراعا ولا يزدنا عليه حتى تستتر القدمات. فهن اللائي كنا يطلبن المزيد حتى يسترن أنفسهن. أما الآن فنرى هؤلاء النسوة قد قصرن ثيابهن وزين لهن الشيطان سوء عملهن فزعمن التبرج تقدما وتحررا، وكلما ازداد تقلص الثوب عن بدن المتبرجة كلما كانت أحرى بغطف التقدم والتحرر وأبرأ من التخلف والرجعية. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فأين الفطرة الآدمية؟ الفطرة الآدمية التي تخالف الفطرة الحيوانية، إن التعري فطرة حيوانية كما بينا ذلك من قبل، الفطر فطرة بشرية آدمية. أين الحياء والغيرة؟ أين الإحساس والشعور؟ توارث كلها عن العين وصارت أثرا بعد عين. يقول الشاعر: لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا وحينا، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. ولو أنك عرجت إلى البحر واقتربت قليلا من الشاطئ لشاهدت الوحوش البشرية والبهائم الآدمية في أوضاع مزرية يندى لها الجبين، كأنه في عريهم الفاضح وحوش الغابات وحيوانات الأدغال، ففي البحر توآت وفي البر مثلها، فيا ضيعة الأخلاق في البر والبحر. ويقول الشاعر: هل رأيت الجموع محتشدات فوق شط الخضم أو سابحات، ورأيت الحسان يمشين زهوى مقبلات يتهن أو مدبرات، ظللتهن قدوة الوالدات ومن الوالدين سوء أناتي.
ومن الزوج غض طرف لضعف أو طباع في نفسه شاتلات، وانغماس الشقيق في شهوات لا يبالي بمنهج الأخوات. فاطرحنا الحكمة احتبناها من باليات الأمور والعادات، حالة تجرح الفضيلة حقا ولها تدمى نفس ذي النخوات. أيها البحر طهر القوم واغسل ما تراه منهم من المنكرات. إذا كنا فيما مضى عرضنا صورا من التبرج الصريح، كل ما مضى يعني من الصور التي تخالف الشروط الشرعية هي التبرج الصريح. فنعرض الآن في نهاية هذا الكلام لصور محدثة من التبرج. لا نجد كثيرا ممن يتعرض لهذه الصور قبل هذا العصر، ليس لأنها كانت منعدمة، واضح. العلماء في مضى لم يتعرضوا للصور غير الصريحة من التبرج الموجودة الآن. هل لأن التبرج كان منعدما بالكلية؟ لا، كان موجودا، لكن الفارق إيه؟ الفارق أنهم كانوا يسمون المعاصي باسمها، أما نحن فنسميها بغير اسمها، كالذين يسمون البيرة مثلا مية أو الخمر ماء، يسمون الخمر بغير اسمها كما قال النبي عليه السلام. فالفارق بيننا وبين من قبلنا، من قبلنا كان موجود التبرج، لكن التبرج اسمه تبرج. أما الآن فالمصيبة الكبرى أن المعاصي سميت بأسماء الطاعات، صارت المرأة المتبرجة بشتى أنواع التبرج اسمها محجبة، وهي مقتنعة بأنها محجبة، ومن حولها يرضون بالدون وبالدنية ويصفونها أيضا بأنها محجبة. لم يكن أحد يجرؤ على تسمية المعاصي بغير اسمها، فيسمي التبرج حجابا شرعيا. ونتذكر هنا قولة عمر رضي الله عنه: ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. أيضا لقد كانت هذه الصور من التبرج تدرج في مصنفات العلماء تحت اسم الفسوق والعصيان والتبرج الذي يضاهي تبرج الجاهلية الأولى. أما اليوم فقد انعكس الحال واضطربت المفاهيم. جهد أعداء الدعوة أو الصحوة الإسلامية لوأدها في مهدها. أولا حاولوا أن يعيدوها بالبطش والتنكيل، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره ويظهر كلمته، فصار كيدهم هباء منثورا. فرأوا أن يتعاملوا معها بطريقة خبيثة ترمي إلى الانحراف بها عن طريقها الربانية، فراحوا يروجون صورا مبتدعة من الحجاب على أنها حل وسط. فهي كانت حيلة بعدما فشلوا في قضاء الحجاب بالطريقة الإرهابية المعروفة، بدأوا بهذه الطريقة الخبيثة أن يروجوا للحجاب بصورة على أنه نوع من الحل الوسط. طبعا دي مرحلة انتقالية حتى يعود للتبرج من جديد، لكن هي كانت مرحلة لابد منها إذا الصمود الذي حصل فيما مضى من السنوات أمام ظاهرة التبرج. أما الآن فلما ابتلع المسلمون طعم الحل الوسط هذا، لا شك أننا الآن نعاني موجة من الحصار الرهيب في موضوع الحجاب. الآن في حصار غير عادي بسبب شدة الحملات على الدين وحملات العلمانيين، تخويف الناس من الإسلام وصف الإرهاب، وتخويف من كل ما يعني ينص إلى الالتزام بالدين بالسلام. فراحوا يروجون صورا مبتدعة للحجاب على أنها حل وسط ترضي به المسلمة ربها زعموا، وفي ذات الوقت تساير مجتمعها وتحافظ على أناقتها، كما رأيت في بعض الإعلانات وبعض الجرائد من زمن طبعا، إن الدار الفلانية أو قصر مش عارف إيه المحجبات يوفر لك الحجاب الذي ترضين به ربك وأيضا ترضين به ذوقك أو تسير به الزوج والموضة وغير ذلك. فلم تفطن المسلمة لهذا الفخر، كثير من الفتيات لم يتفطن لهذا الفخر. أناقة يعنيها إيه؟ الزينة، الوصف، الشفافية في الثوب أو غير ذلك من الأوصاف. فيعني الانسان اما يعبد الله اما يعبد الشيطان، مفيش حل وسط يعني. فهم اقنعوها ان في حل وسط، ترضي ربنا وفي نفس الوقت ترضي الشيطان، هل هذا يتاتى ارضاء الله وارضاء الشيطان؟ فقذفت بيوت الازياء، لان بيوت الازياء اشفقت على تجارتها المحرمه من البوار، فقذفت بنماذج ممسوخه من الحجاب تحت اسم الحجاب العصري، قوبل في البدايه بتحفظ واستنكار. وكما هو معلوم كانت ظاهرة الحجاب الشرعي قد بدأت تفرض نفسها على واقع المجتمع، حتى صارت تشكل قوة ضاغطة اجتماعية أحرجت طائفة كبيرة من المتبرجات. فهؤلاء المتبرجات يعني يريدن أن يتخلصن من الضغط الاجتماعي، وفي نفس الوقت يريدن البقاء متبرجات، فهرولن إلى الحل الوسط تخلصا من ذلك الحرج الاجتماعي. وبهذه الطريقة تفشت ظاهرة التبرج المقنع، التبرج المقنع
المسمى بالحجاب العصري او حجاب التبرج لإزاء ظاهرة الحجاب الشرعي، واصبح يطلق على الحجاب الشرعي ملابس المتطرفات الى غير ذلك. فالتبرج المقنع هذا صفات تماما كما ذكرنا صفات الحجاب الشرعي. اولها ان الحجاب اللي يسمونه البريوني او العصري او سمه ما شئت، هذا الحجاب يكشف عورات مجمعا على تحريم كشفها. فبينما كان اول شروط الحجاب الشرعي ان يكون ساترا لبدن المراه، راينا حجاب التبرج يكشف الوجه المنمط الحجبين وقد اختفى تحت حناء من الالوان الزاهيه، وتلطخ وجهها بمساحيق متنوعه كانها الطيف في تعددها. اما الحلي بانواعها فقد برزت من الاذنين وكان ما في ايه في القران ولا يزين زينتهن، وربما ظهر العنق وجزء من الشعر والقدمان، وربما تجاوزت القدمين وترى صاحبته وقد ارتدت يعني عينة ترمز إلى الخمار، وقد خرجت مزينة مزخرفة، وترى في الخمار ما شئت من الألوان الصارخة الأحمر والأصفر، وربما زادت على هذا الخمار ما يزيده زينة على زينة، فتضع الشرطة الذهبية أو الفضية أو المبركشة، وتضع شيء كالتاج على أعلى الخمار، ثم تزعم صاحبة هذه الزينة الصارخة أنها محجبة. أي حجاب هذا الذي تزعمين؟ هو خمار التزييف والخداع، حجاب الزينة والفتنة، حجاب عار متبرج فوق رأس فارغ خاوي. فأين العلم والتقوى والورع والخوف والاستحياء من الله تبارك وتعالى؟ وكم بنصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. يعني هذه محجبة، بهذه الصورة اسمها محجبة. أيضا من مواصفات الحجاب، حجاب التبرج المقنع، أنه زينة في نفسها. ترى هؤلاء الكاسيات العاريات صواحب حجاب التبرج يتفنن في فتنة الناس لألوان ثيابهن، يضيفن إلى ذلك ما شئن من الزوائد التي تزيدهن فتنة كالحلي وغيرها. كأن القرآن الذي نزل فيه قوله تعالى ولو زين زينتهن، وقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، كأن هذه الآيات نزلت على قوم غير نساء المسلمين. أيضا من مواصفاته أنه شفاف، يظهر ما يجب ستره من العورات، فلا يحجب رؤية ولا يمنع نظرا. منها أنه ضيق يصف العورات فتراه التصق بها حتى يتحقق في صاحبته، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات مائلات ميلات. أيضا من مواصفاته أنه يكون معصرا، فربما خرجت صاحبة هذا الحجاب المشؤوم فإذا بها ترسل سهام الشياطين إلى قلوب الرجال عبر تلك العطور الخبيثة، فتلفت الأنظار وتشيع الفاحشة في المؤمنين. أيضا من مواصفاته أنه أحيانا يلبه ملابس الرجال، فترى صاحبته تلبس السروالات الضيقة أو تتابع الموضة شبرا بشبر وذراعا بذراع. من مواصفاته أنه لباس شهرة وتفاخر، فصاحبته تتقن تطبيق قاعدة ثالث تعرف. وكأن بين هؤلاء الكاسيات العاريات سباقا حادا في عرض أزياء مستتر، فهذه تلبس الحجاب الفاقع وهذه تلبس الثوب الضيق الذي يكاد يشل حركتها، ثم تضع حول خصرها هذا الحزام الذهبي أو الفضي اللامع، فإذا تلبست ببعض هذه الأفعال الشنيعة أو كلها تم توقيع العقد مع الشيطان للخروج إلى الشوارع بهذا الحال من التبرج والتهتف تحت ستار الحجاب المذعور. ويظن البعض أنهن متدينات وهن يحسبن في أنفسهن أنهن خير البنات والزوجات، وما هن إلا كما وصفهن الشاعر محمد بن عبد المطلب وصدق في قوله إن ينتسبن إلى الحجاب فإنه نسب الدخيل. أهي التي فرض الحجاب لصونها شرع الرسول، جعل الحجاب معذها من ذلك الداء الوبيل. تقول الكاتبة نعمة السدسي رحمه الله تعالى: ولو أن المتبرجة تأملت بعين بصيرتها ولو كان لها قلب يعي لوجدت أنها باصطناعها هذا الجمال المزور ومبالغتها في التزين لن تكتسب في الحقيقة جمالا ولا محاسن، بل إنها تمسخ وجهها وتخفي ما حباها الله به من الجمال الفطري بقناع من الأطراف الزاهية التي تختلف وتشذ عن الفطرة. ينبو عنها الذوق السليم وهي لا تأبه لذلك ولا تفطن لما صنعت لوجهها من التشويه والتقبيح، فإن الله تعالى لم يخلق جفونا زرقاء لامعة ولا سوداء قاتمة إلا في القردة والكلاب،
ولا شفاها حمراء قانية كأنها ولغت في الدم المسفوح، ولا خدودا مضطرمة متوهجة الاحمرار، ولا حواجل هلالية لامعة تذكر بما يتخيلون ويكتون في الأساطير من حواجل الشياطين، وأظافر مدببة حمراء كأنها مخالب حيوان كافر مخضبة بدماء فريسته. فبالله هل هذا جمال أم دمامة وبشاعة؟ قل للجميلة أرسلت أظفارها، إني لخوف كدت أمضي هاربا، إن المخالب للوحوش نخالها، فمتى رأينا للغباء مقالبا؟ بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة، ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا، وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا، من علم الحسناء أن جمالها في أن تخالف خلقها وتجانبا؟ هذا من شعر رشيد أبو مرة، ما أدري إن كان يعني عايشا متاع الله بالعافية، وإن كان مات رحمه الله تعالى، كان من الناس الأوائل الذين تنادوا دعوة الحجاب في السبعينات. فيعني خلاص الكلام، يعني نقول لصاحبة حجاب التبرج حذاري أن تصدقي أن حجابك هو الذي أمر به القرآن والسنة، وإياك أن تنخدعي بمن يبارك عملك هذا ويكتمك النصيحة، ولا تغتر بأنك أحسن حالا من صاحبات التبرج الصارخ، فإنه لا أسوة في الشر، لأن الإنسان دليء الهمة وخسيس الهمة ينظر في الدين إلى من هو أسفل منه، أما علي الهمة فينظر إلى من هو أعلى منه في الدين، لا نقول في الدنيا. فهي تبرر نفسها بتقارن تقول أنا أحسن من اللي تلبس كذا وكذا، لا، أنت تنظر إلى من هو أفضل منك في الدين، لا تنظر إلى من هو أسوأ. نعم، لأنه لا أسوة في الشر، والنار دركات كما أن الجنة درجات. يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا وفوقكم في الدين، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وعن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلا هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا بوغام الثعالب. يعني عايز تعرف ربنا امشي في طريق مستقيم دغري، اما اللي يروغ روغان الثعالب ويتحايل ويلف ويدور فهذا انسان يريد ان يشرك مع طاعه الله طاعه الشيطان، فيختار نفسه الها واحدا لا اله الا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فالصادقه في طاعه الله لا تبالي باي نوع، سواء من الضغوط من الزوج او من الاهل او الحرص على وظيفه او غير ذلك من المبررات التي تسوقها بعض النساء، فتختار ارضاء الله عز وجل وتحدد هدفها وتثبت عليه الى ان خلق الله عز وجل. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: اذا نظر اليك الشيطان فراك مداوما في طاعه الله فبغاك، بغاك يعني طلبك مره بعد مره، فبغاك وبغاك، فراك مداوما ملك ورفضك، واذا كنت مره هكذا ومره هكذا طمع فيك. ومسك الختام ما ختم الله عز وجل به الآيات الآمرة بالحجاب في قوله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله